صباح الخير. نسيت اقولكم ان النهارده يوم مش عادي، النهارده هننزل نشتري الكانون ام 50. نحن الآن في طريقنا إلى شراء الكانون ام 50، متحمس جدا يا جماعة. السلام عليكم. وأخيراً جبنا الكانون ام 50، راح نعملها انبوكسنج في البيت حالاً. من أهم مميزات الكانون ام 50 هي كاميرا ميرورلس من غير مراية، فده معناه إن حجمها صغير جداً. ودي محتويات العلبة: كتالوج تدريب من كانون أكاديمي، الضمان كانون سنترال اند نورث أفريكا، ستراب كابل الشحن، البطارية الشاحن، جسم الكاميرا والعدسة. من أهم الحاجات إن أنت تتأكد إنه الضمان تابع لكانون سنترال نورث أفريكا. من أحسن الحاجات في الكاميرا دي إن هي شاشتها فليب سكرين، العدسة دي 1545 IS و STM IS Image Stabilization، فيها مثبت للصورة، و STM يعني
يعني الريموت بتاعها صامت في الفوكس.